الحمد لله الذي جمعنا بأخوة وأشقاء لنا من تونس العربية الخضراء من كل قرى ومدن تونس ومن صفاقس كما قلتم على وجه التحديد. أهلا وسهلا بالعرب بين إخوانهم في بلدهم العراق. اللي سمعناه منكم لم نتفاجئ به كموقف مبدئي لعرب تونس، لأننا سمعنا من قبل ولمسنا مفردات حية عن موقف هذا البلد العربي الشقيق. وشعب تونس وارث أصيل للحضارة العربية وقيمها ومعانيها. لقد تحدثنا كثيرا أيها الأخوة والأخوات كما تعرفون قبل العدوان وأثناء العدوان، تحدثنا عن أهداف العدوان وقد استوعب العرب الأصلاء بسرعة دوافع العدوان قبل وقوعه، وعندما وقع العدوان استبان لهم أكثر فأكثر هذه الدوافع. ولكن حتى الذين لم يكونوا بمستوى وعيكم وبمستوى وعي الواعين من العرب سيدركون بعد الآن ويتعرفوا على مفردات جديدة إضافية بما يظهر لهم على نحو لا لبس فيه أغراض العدوان كما وصفت منذ البداية. العدوان بالأساس موجه ضد الأمة العربية، ولم يكن موجه ضد قطر عربي بعينه، وهو ضد الأمة حاضرا ومستقبلا، وليس ضد سياسات معينة في الأمة في الوقت الحاضر. وأمر طبيعي أن نقول أن العدوانيين بالأساس ما كانوا ليعتدوا لو لم يدركوا أن هذا النموذج في العراق إنما يمثل روح الأمة وجوهرها. وأنه في حدود إيمانه فيما يؤمن وفيما يتطلع إليه. ليس الذي يؤمن به من خير هو للعراق فقط، وإنما هو للأمة ككل. والمعاني الإنسانية التي يريدها للشعب العراق أو للأمة أو يتمناها لكل أمم الأرض.
ومع أن العدوانيين كما تعلمون وكما سمعتم وقرأتم تصريحاتهم وكلامهم كانوا يغطون عدوانيتهم بالشرعية الدولية، ولكن سرعان ما انفضح أمرهم وصار ينفضح في هذه المرحلة أكثر مما انفضح في المرحلة التي سبقت. وظهروا على حقيقتهم كمخادعين كذابين حتى على بعضهم، حتى على بعضهم كذب. كلكم تذكرون بأنهم قالوا بعد إخراج الجيش العراقي من الكويت سوف لن يبقى ولا جندي من جنودهم الذين حشدوهم على أرض العرب. ماذا حصل الآن؟ اللي حصل الآن هو باعترافهم أنهم سيبقوا قوات من تلك القوة التي تحشدت قبل العدوان وحشدت للعدوان، وأن هذه القوة لا تبقى في المياه الإقليمية العربية فحسب، أو في مياه الخليج ككل، أو في بحر العرب فقط، وإنما تبقى على الأرض العربية، أي أنهم يعيدوا الاستعمار القديم بصوره البشعة بصيغة الوجود العسكري على أرض الغير. وأكثر من هذا، تعدوا في وجودهم العسكري أرض العرب أو بعض أرض العرب إلى أراضي غير عربي، فصاروا يتحدثون عن أهمية وجود عسكري لهم في تركيا. وكل هذا حصل بعد ما غادر الجيش العراقي الكويت. ومع كل هذا الذي نتحدث عنه، يتحدثون عن المصداقية ويتحدثون ويتهمون غيرهم بالمخادعة والكذب. خسئوا، هم الكاذبون وهم المخادعون. تذكرون أيضا كيف كانوا يتحدثون عندما كنا نقول لهم بأنكم إذا كنتم مؤمنون بالشرعية الدولية فتعالوا نطبق الشرعية الدولية على كل قضايا الإنسانية الملحة، وعند ذلك سيبرز لنا وللجميع وأمام الجميع كم هي ملحة قضية فلسطين لتحل طبقا للشرعية. تذكرون ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون بأنه بعد خروج الجيش العراقي من الكويت سنحل قضية فلسطين أيضا على أساس الشرعية الدولية. ماذا يقولون الآن؟ الآن ويوم بعد يوم صار الحديث عن فلسطين يأخذ منحى آخر، وصار التآمر على الفلسطينيين يأخذ أشكال شتى، ولتصبح فلسطين حالة تراثية فحسب وليس حالة نضالية للعرب ولأمة العرب ولأبناء فلسطين. هذا الذي قالوه كلهم على أعلى المستويات،
ومع ذلك يتحدثون عن شيء اسمه المصداقية. أين هي المصداقية؟ وعلى ذقون من يضحكون؟ إلا على ذقون الضعفاء أصحاب الإرادة الصفر في الوطن العربي، أو على بالأحرى على عملائهم الصغار والكبار، لأن العميل هو صغير، ما نقدر نقول والكبار. إذن ثم كانوا يتحدثوا عن الشرعية الدولية. شوفوا شلون كل قوانين الحروب ومعانيها مما سن ضمن اتفاقيات جنيف، واللي سنوا هذه الاتفاقيات هم نفسهم ذول كبار العالم، أو اللي يدعون بأنهم كبار. كل هذه الاتفاقيات تجاوزوها في الحرب على العراق، أو بالأحرى في العدوان على العراق. كانوا يستهدفوا مدارس الأطفال وروضات الأطفال والمستشفيات وملاجئ المدنيين بنفس الطريقة وبنفس القوة اللي يستهدفوا بها ساتر المجاهدين النشامى في جبهات القتال، وكانوا لا يفرقون بين رجل وامرأة، وبين طفل ومن هو قادر على حمل السلاح، وبين عسكري في جبهة القتال الأمامية، وبين المدنيين في خلف الجبهة، بين معامل حليب الأطفال وبين معامل تصنيع السلاح، بين الدبابة وبين العجلة المدنية لإسقاء القرى، بين بيت الشعر للبدو الرحب، وبين خنادق النار للمقاتلين. وكانوا لا يسألون أنفسهم كم يقتلون من الشعب العراقي. كانت عندهم الغاية الفنية وليس الأخلاقية، الغاية الفنية تبرر أي واسطة تستخدم. كل القنابل وأنواع القنابل اللي كانوا يتحدثوا عنها بأنها محرمة في الحروب لأنها تقتل أكثر، استخدمت بل وجربت على العراقيين. وحتما تتذكرون، ولابد أنكم تسمعونهم الآن، كيف يتحدثوا عن أهمية السلام فيما يسمونه بمنطقة الشرق الأوسط. كيف يمكن إقامة السلام في مكان تهتز به الموازنة إلى حد خطير، لتجعل إسرائيل هي صاحبة اليد الأعلى كما يريدون ويخططون ضد العرب؟ في الوقت اللي يتحدثون به عن السلام وأهمية تجريد المنطقة من نوع معين من الأسلحة، يركزوا في التطبيق العملي سياستهم هذه على العرب فقط، بل وعلى العراق فقط. لكن في نفس الوقت اللي يتحدثوا عن أهمية السلام، يتحدث عن ضرورة أن تتحول إسرائيل إلى خزين استراتيجي لأسلحتهم، لكي يتمكنوا هم وإسرائيل في أي لحظة من أن يقوموا بالعدوان على أي بلد يختارونه في المنطقة. في الوقت الذي يتحدث فيه عن السلام،
يزود إسرائيل بآخر مبتكرات الأسلحة ويعقد الصفقات معه. إذن اللي يريد السلام لازم يكون سياسته تنم على عن قوله أو تتصل بقوله بصورة أو بأخرى. فأين هي المصداقية؟ أين هي مصداقية الذين يتحدثون عن المصداقية؟ من جملة ما اكتشف العرب المخلصون في هذه المنازلة التاريخية العظمى بين الحق والباطل، اكتشفوا زيف الكثير من الشعارات التي ترفع في دوائر بعض الدول الغربية، واكتشفوا الكثير من الدجل والازدواجية والتناقض بين القول والفعل على مستوى الحرية، على مستوى الديمقراطية، على مستوى العدالة الاجتماعية، على مستوى السلام، على مستوى الأمن، على مستوى حق الشعوب في اختيار طريقها بحرية. شعارات يستخدمونها لأغراض سياستهم الاستعمارية ليس أكثر. ومع ذلك المهم لدينا أن نقول نحن العرب ماذا استفدنا من كل الذي مررنا به؟ استفدنا من جملة ما استفدنا هذا الوضوح بين خندقين، خندق الناس الخيرين أو مكان الناس الخيرين من الشعب المخلصين أبناء الأمة الغيورين الصافين، وبين مكان الناس اللي كانت تتداخل ألوانهم وشعاراتهم وادعاءاتهم وخنادقهم مع خندق الخيرين. الآن صار بي فصل واضح. وصارت مقاييس الوطنية والقومية والإخلاص ومستلزمات والموقف الصحيح ومستلزمات الموقف الصحيح على درجة من الوضوح التي لا تترك اللبس وتداخل الألوان. وصارت للعمالة مواصفات لا نحتاج إلى قاموس لكي نهتدي إليها أو لكي نتعرف عليها. وصار للوطنية قياسات لا تحتاج إلى قاموس لكي نهتدي إلى مفرداتها ونتبنى مفرداتها. وصارت العلاقة بين ما هو وطني وما هو قومي وبين ما هو وطني وقومي وإنساني واضحة أيضا لا تقبل اللبس. وبين ما هو مادي لمستلزمات حضارية لعلاقات إنسانية أرقى، وبين ما هو روحي كعمق لا بد منه لتكون المفردات المادية قادرة على أن تأخذ معناها الأعلى. تعرفون أيها الأخوة أنه من جملة ما آذى الأمة كثيرا وضعها في مرحلة تكاد تفقد الكثير من مواصفات اللون الحاسم في شخصيتها والأسس الحاسمة في بناء شخصيتها، هو هذا التداخل الذي أصاب الأمة في 20 سنة أو أكثر بقليل في الفترة الأخيرة. يعني صارت الكثير من الأمور تساوي بعضها تقريبا. الآن ما عادت الأمور هكذا.
أصبح الناس في تونس من تونس يعرفون الوطنيين والمخلصين من الخونة من مراكش للبحرين هاي الناس قدام حسين من مراكش للبحرين هاي الناس قدام حسين من مراكش للبحرين هاي الناس قدام حسين من مراكش للبحرين هاي الناس قدام حسين. أقول أصبح الناس من تونس الخضراء يستطيعون أن يقيموا بوضوح كل الأوراق وكل الشخصيات التي تظهر في الخط الأمامي في الشرق العربي، ويعطون لكل حالة علامتها الصحيحة من غير الحاجة إلى أن يشدوا الرحال ليدرسوا عن قرب كل شخصية وكل نظام وشخوص هذا النظام وسياسة هذا النظام، ليقولوا بعد ذلك أين هو الوطني وأين هو غير الوطني في هذا أو ذاك من الأنظمة، أين الضعف وأين الاقتدار في هذا أو ذاك من المناهج والاتجاهات، أين الصدق وأين الرياء في أي من الشعارات المرفوعة. هذا ما كان موجود قبل، الآن صار الوضوح بكافي تماما للناس المجردين من ثقل المفردات التي تبعدهم عن الرؤية الصافية. وعند ذلك مثل هذه الصورة تقربنا أكثر إلى الحقائق، وعندما نقترب أكثر إلى الحقائق نعمل بها من أجل بناء صحيح ونكون قادرين على الدفاع من خلالها فيما لو تعرض البناء إلى عدوان. لذلك تنهض الأمة، تنهض لتأخذ استحقاقها الطبيعي وسط الأمم وعلى المستوى الإنساني، ولتأخذ استحقاقها الطبيعي في صنع التأريخ اللائق بهذه الأمة المجيدة التي تعرفون عمق دورها في خدمة الإنسانية جمعاء، وعمق دورها في السلام الحقيقي القائم على الإنصاف والعدل. وعند ذلك يكون الجميع بخير إن شاء الله، يكون الجميع بخير من المغرب وتونس مرورا بالعراق وكل الدول العربية، لأن الكل يشعر عند ذلك بالاستقرار ويشعر بأن حقوقه غير مغتصبة وأنه غير مهدد بقيمه وبكيانه. وعند ذلك فقط تصبح فلسطين حرة. ويصبح الفلسطينيون بنضالهم وعمق نضال الأمة بخير وأحرار إن شاء الله. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، نشوفكم إن شاء الله دائما وأنتم بخير. سلامنا إلى كل شقيق في تونس رجالا ونساء، أطفالا وشيوخا، في صفاقس وفي كل تونس الخضراء. يا مرحبا. هدية من مدينة صفاقس تمثل شجرة زيتون
وشجرة الزيتون كما تعرف سيد الرئيس تعبر على شيئين، على السلام والوفاء وعلى الصمود والعطاء، وهي شجرة مباركة كما جاءت في القرآن، فهي لا شرقية ولا غربية، بل بالعكس فهي عربية وترمز لعدة معاني أخرى وقيم جسمت في أهل العراق الصامد البطل، وهي هدية متواضعة منا إليكم ومن أهالي صفاقس. بارك فيكم وسلمكم، زيدكم عز، ربي عز وربي دوم حياتكم. صام دين بقيادة صدام حسين.